هذه رسالة مجتمعية إنها إحنا بنحب إنها تنتشر لجميع أفراد المجتمع، وخصوصا إنه شهر 3 آذار يعتبر هو في كل الفعاليات المجتمعية لمركز القلب. أحزنا في الجامعة الأمريكية على مركز القلب اللي هو تابع لجمعية القلب الأمريكية، مؤسسة عالمية صحية كبيرة في لها في كل دول العالم أماكن. إحنا الحمد لله في فلسطين أحد الناس اللي أخذ الاعتماد من أحد النشاطات اللي إحنا يعني منوي إنه نقوم فيها بشهر 3، يعني وهو متداول لدى هاي الجمعية بشهر 3 إنه إحنا نعمل نشاط للناس الكوميونيتي اللي في المجتمع، الناس اللي في المحلات، الناس اللي بيشتروا، اللي مروحين مدارسهم، نعمل زي إيفنت صغير ينتبهوا بس إنه إحنا نعلمهم كيف يعملوا انعاش للقلب بشكل بدائي وبشكل بسيط جدا وبشكل يعني لدرجة إنه ممكن يكون هو سهل، وتستغرب الناس إنه الموضوع فعلا سهل لهالدرجة. فهي ثقافة احنا حابين ننشرها في البلد ان شاء الله، ومش راح يكون هذا المكان اللي احنا موجودين فيه ان شاء الله، كل سنة راح نكون في مكان.